السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسمه Home Design AI، بتقدر تديله أي مكان هو يعمل له إعادة تصميم أو ريديزاين. ده التصميم اهيت، تديله أي غرفة، وهو عنده أكتر من 40 ديزاين ستايل، فبتبدأ إن أنت تجرب. طب الموقع ده مجاني ولا بفلوس؟ عشان السؤال ده بيتكرر، أكيد طبعا بيبقى في نسخة تجريبية، وبعد كده بيبقى لازم تدفع فلوس عشان تستفاد من العروض. ابجريد تو برو، هتدوس هنا تبدأ يديك امكانيات اكتر. لو انت راجل شغال في انتريو ديزاين او بتعمل تصاميم، فمفيش مشكلة ان انت تعمل اشتراك، بحيث ان ده هيكون يعني توفير للوقت. زي ما انت شايف بيقولك عايز انتريورز ولا اكستيريورز ولا جاردنز، فانت بتديله الصورة، وبعد كده بتقول له انا عايز ليفنج روم، لا ده انا عايز بيدروم، ده انا عايز مكتب اوفيس، المود اللي انت عايزه، الديزاين ستايل مودرن ولا ايكيا ولا نمبر اوف ديزاين. يعني ممكن تقول له انا عايز تصميم او اتنين او تلاتة او اربعة. طب ليه مقولوش اربعة على طول؟ لان انت ليك كريدت او عدد معين من النقاط، لو خلصت خلاص لازم تشترك. فانت ممكن تيجي هنا وتبدأ ترفع صورة من عندك، وهو يبدأ يعمل لها ريديزاين. ايه الفكرة بتاعتها؟ ان الحاجات اللي هي الثابتة او اللي مش هتتغير بيروح مثبتها، والاساس والفرنتشر يبدأ ان هو يلعب فيهم ويغير فيهم. طيب تعالى مثلا ناخد صورة زي كده او ديت. طبعا كل ما تكون الصورة أوضح كل ما يكون النتيجة أفضل. تمام، شكل الصورة صغير، فبتقول له كاستمايز، فبيقول لك لازم تدخل، فجايب لك الأسعار اهوت. تمام، في الشهر تقريبا 17 دولار. طيب دي بعض الامكانيات اللي هو بيتكلم عنها، ريديزاين، دي الصور زي ما انت شايف، الحوايط بيعلم عليها بحيث انها تبقى ثابته، وبعد كده حسب الستايل اللي انت عايزه يبدا يجيب لك الستايل اللي انت عايزه.